الله، هو انت رجلك خدت على هنا ولا ايه؟ هو انا يعني بجيلك بمزاجي؟ عموما انا احسن حاجة فيا اني بمجرد ما بحط دماغي على المخدة بنام، بصحى مش فاكرة اي حاجة وحشة من اي حد. انا عكسك الصراحة، ما بنساش الاساءة وما بسيبش حقي لحد. ما هو واضح، واضح جدا كمان. عشان كده جسمك ممقوط من التفكير. لا، ما انا مش جايلك علشان تكشفي عليا وتعملي تحاليل واشعاعات والجو ده. انا جايلك في سؤال وعايزه اجابه واضحه وصريحه عشان ما اضيعش وقتك. عجباني، عجباني ثقتك بنفسك قوي دي. قررتي تسالي وفي نفس الوقت بتتشرطي ازاي اجاوب على السؤال. لا، ومن غير ما اكدب كمان. حاضر يا حبيبتي، اموريني. انت عايزه تتجوزي سالم ليه؟ هو فعلا سؤال وجيه ويستاهل مجيتك. تفتكري انت انا عايزه اتجوز سالم ليه؟ اكيد مش حب يعني. طب خلاص، ما دام انت حسمتيها من عندك كده، ما تقوليلي على الجواب بالمره. هبقى عايزه اتجوز سالم ليه؟ فلوس. حددي المبلغ اللي انت عايزاه وانا هتصرف لك. واو، جايه تشتري جوزك مني؟ انا ما بعتوش عشان اشتريه، انا بكلمك باللغه اللي تفهميها. ها، عاوزه كام؟ ما كنتش اعرف ان دمي خفيف قوي كده. ولا انا افهم. سوري سوري، مش قصدي والله، بس يعني عايزة أعرف أنت هتدفعي منين؟ مش مشكلتك، حددي سعرك اللي أنت عايزاه وفلوسك هتكون جاهزة. ما تزعليش مني لو ضحكتي تاني، أصلي مش معقول الثقة اللي أنت بتتكلمي بيها دي، زي ما تكوني متأكدة أن بمجرد ما هحدد رقم أنت هتدفعي على طول. جربي جربي أنت يا شاطرة، جربي كده تطلبي رقم من سالم عشان تديهولي، وانتي هتتفاجئي مفاجأة عمرك. عشان ما تعرفيهوش يا شاطرة ان سالم كتب كل فلوسه وكل ثروته يوم ما اتجوزك باسم بسنت. يعني انتي اخرك عنده خدامة شغالة بتخدميه وتراعيله ابنه وبس. يا باشا، سيد بشاريه وصل بيته، أأمن عليه؟ ماشي، سلام. هات لي شيشة يا لمبي. ها، قال لك إيه؟ جاي في الطريق، قال لك ما تخليش بشاريه يخرج من بيته لغاية ما يجيله. ماشي. ادفن الشيشة يا لمبي. ده إيه المفاجأة الحلوة دي؟ ما أنا كان عندي شغل هنا، قلت أجي أطمن عليكم. عامل إيه يا عريس؟ الحمد لله. ها، على الله المالك ونتعادل. المايل زي ما هو مايل، ده جر الشكل بقى يا سيد، مش كفايه محبوسه وساكته؟ مش كفايه. ايه رايك بقى؟ والعلم كسبينا. الراجل اللي في السجن ده لو جرى له حاجه انا مش هرحمك. انا مش عايز اتغاب عليكي، انا ليا اخ منك. جبنا في سيره القط، روح افتح. افتح يا عصامه. ده صوت شكل صوت. افتح يا عصامه، كل ده بتعمل ايه بالبيجامه اللي انت لابسها؟ كل ده بتفتح. يلا سايد. مالك يا ابني زلاش عقرب كده؟ انت اللي هيلوشوك اتنين عقارب مستنينك تحت على القهوه. انت بتخاطرك في طول يا سمر. زي ما بقول لك كده، في اتنين عيال زي التيران مستنينك تحت وبيأمنوا عليك لحد ما واحد يجي يوقفشك. ده اكيد الدوكش. هو فين الدوكش؟ اقول لك اقعدي لها هشرحك. تعالى يا سمر. تعالى تعالى خش. يلا بينا. يلا. ايه ده انت بتعمل ايه يا سيد؟ خلصني. لا اخلصك، الناس قاعده بره يا سيد. بقول لك خلصني، مفيش وقت. بالراحه بالراحه، السوسته السوسته يا سيد مع اصلقه. يا ابن اللعيبه،
الله يخليك يا اسيط. اشوفكم على خير. سمع اتحرك زي ما اتفقنا، وانت جوه. ماشي يا سيد يا حشاش يا ابن الحشاش. جرس الفسحه ضرب، هتحبسوني في الزنزانه؟ ما ترسيني يا اسامه، ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمه حاجه يا ستي. ما فيش حاجه، ادعي له بس ربنا يسترها معاه. افتح الباب يا سامح. قومه اوعى من وشك، وراها رجاله. هو في ايه؟ ده تفتيش رسمي على اخوك الهربان يا حليتها. يا دوكش يا دوكش. ايه ده؟ افتح الباب يا دوكش. الباب مقفول من بره. بلاوك سماع، بقول لك افتحه ليه؟ بلاش احراج بقى، انا مش لوحدي. ثانيه واحده. خايف من يومك. مفتاح الباب ده فين يا سامح؟ معايا. طب افتح الباب. مش موضوعك، انت جاي تدور على سيد مش على مرات ابويا. امي بقميص نوم قصير في الاوضه يا دوكش، ولو حد منكم دخل عندها هرقع بالصوت والم الحاره كلها. ماشي، باب الحمام مقفول من جوه، اكيد مستخبي جوه. اكسروا الحمام بسرعه. نعم نعم، باب ايه ده؟ ان شاء الله اللي هتكسروه. لم مراتك يا سامح من وشنا بدل ما نقلب في اللي فات. ايه اللي ثلاثه بتدقق ده؟ بتعمل ايه جوه هذا سمع؟ اكون بعمل ايه يا دوكش؟ بحط جل. جل؟ في شعري. وما فتحتش ليه لما الرجاله خبطوا عليك؟ خلي عندك دم يا دوكش، بقول لك بحط جل في الحمام، افتح ازاي؟ وقلع هدومك ليه؟ برضه واحد بيحط جل في شعره في الحمام، لازم يكون قلع هدوم. وانت بقى عمال تهبط في باب الشقه وتكسر في باب الحمام وعامل لنا خطه ومراقب البيت ده، انت ناس تحط كناس على السطح، وفي الاخر جاي تقبض على مين؟ واحد معدته وجعه جاي يستنجد بينا عشان يخش الحمام. دلوقتي طلع لك صوت يا اس، ما كنت من شويه ركبك بتخبط في بعضيها ووشك اصفر. هو انا وشي اصفر قوي؟ بسم الله ما شاء الله، اسم النبي حرصك وسعينك، ده حمارهم ولا حمار التفاح الامريكاني. الشر بره وبعيد يا دوكش. بيبخريه يا اختي من العين، هتغني وترد على بعض قدامي؟ ماشي يا أس، ليك رؤى. هتقول المزنوق ده وتعالوا ورايا. ثانية واحدة، أنت معاك أذن نيابة؟ بتقول حاجة يا روح أمك؟ ما تتكلمش مع حد يا أسامة، وإحنا واقفين. إحنا آسفين. ألو يا أسامة، طمني، إيه الأخبار عندك؟ تمام، بس خلص سمع معاهم وهم خارجين. سيبك منه، ده تلاقيه بيداري خيبته وهسيبه على اول ناصي على طول. المهم انا عايزك تروح تزور ابوك في المستشفى. انا مش عارف اروح ولا اكون الكلب ده عامل لي كمين هناك. حاضر يا سيد. ما تاخدنيش على قد عقلي يا اسامه. اروح والله، انا كمان عايز اشوفه واطمن عليه. ماشي. ابوه طمنوني ايه الاخبار، وخدوا بالكم من نفسكم. سلام.